بالتالي الجمعية كتمثل واحد الجيل جديد ديال الألفينات. جمعية أمل سنة تأسست في 2002، يلا 25 مايو البارح كان ذكرى ديال التأسيس، 25 مايو 2002 كان الجمع العام التأسيسي. وكانت فكرة بسيطة جدا من مجموعة من الشباب اللي كانوا حالمين ولكن في نفس الوقت تائهين ضمن واحد مجموعة من التحديات. فكرة طاقت في الكلية، كنا على الجيل الأول ديال كلية الحقوق بصلة، كنا كنقولوا خاصنا نديروا شي حاجة، مابقاوش جالسين كنتسنى. وآمنا والتقنا إشارات بالعهد الجديد آمنا وأن المجتمع المدني يمكن يكون سفير يرملوها والخروج لبرا العالم، لم نكن أكبر الحالمين فينا، لم يكن يتوقع ما وصلنا إليه. يوسف الشفوعي مؤسس جمعية أمل سنة. كيعرف اليوم فضاء جمعية أبي رقراق أحد اللقاءات ومنتديات عاصمة سلا عاصمة المجتمع المدني. هذا اللقاء اللي فيه تبادل تجارب من جمعيات وطنية رائدة وبصمات التاريخ الجمعوي بمنجزات وإنجازات. أنا اليوم كجمعية يعني محلية بصمت مسارها التنموي والمساهمة فيه من خلال عدة إنجازات وبرامج، كان من اللازم أننا نجاوب على الدعوة اللي تلقيناها من رئيس جمعية أبي رقراق سي نور الدين شماعون، حضروا كذلك من أجل تبادل الخبرة وعرض تجربة أمل سلا المتميزة خلال 20 سنة من التواجد الفعلي في الميداني. الجمعيات المحلية والجمعيات الشباب وجمعيات القرى تساهم في التنمية بما أوتيت من إمكانيات ومن برامج، ولها طاقات واعدة يجب فقط أن نترك لها المجال ونساعدها من أجل إنتاج برامجها. الجمعيات المحلية والجمعيات الشبابية والجمعيات النسائية على المستوى الترابي هي دعم أساسي للتنمية، ويمكن الرهن عليها لخلق برامج وإبداع برامج جديدة من أجل المساهمة في التنمية. لذلك اليوم مثل هذه اللقاءات هي لقاءات لتمرير صوت المجتمع المدني والترافع من أجل يعني سياسة عمومية مجتمعية تروم خدمة رعاية صاحب الجلالة، وأنهم يأخذوا حقهم من التنمية كما أراد صاحب الجلالة، والمجتمع المدني هو صوتهم الثاني إنجاز التعبير من أجل الترافع على قضاياهم العادية. أكيد سلا كتستحق عاصمة المجتمع المدني يعني قولا وفعلا كما ونوعا. إذا إنجاز التعبير الكم هو عدد الجمعيات المحدثة وعدد الجمعيات اللي كتشتغل في المجال الرياضي والثقافي والاجتماعي، وكذلك نوعية الجمعيات. عندنا جمعيات محلية، عندنا جمعيات أحياء، عندنا جمعيات كبرى مثل جمعية أبي رقراق. فالتكامل ديال المجتمع المدني هو اللي عطانا هذه الصفة، وحنا يمكن لنا يعني بدون فخر يمكننا نعتبر سلا عاصمة المجتمع المدني ماشي غير لسنة، لسنوات يمكننا أننا نفتخروا بهذا المنجز. علاش؟ لأن عندنا الكم والكيف، الكم والبرامج، شراكات مع المجالس، كذلك المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وعدد من المنجزات اللي يمكن افتخروا بها كمجتمع مدني. وأنا كنقول للشباب اللي كيقلبوا على فرصة للاندماج وتطوير مهاراتهم الشخصية يركبوا سفينة المجتمع المدني، لأن يمكن لهم توصلهم لذاك الشيء اللي كيبغيو من خلال الاندماج المهني والثقافي والاجتماعي وكذلك الفني. شوف الجمعية المجتمع المدني ما يمكنش منه، ما مطلوبش منه يدير كل شيء، هو شريك، والقانون ولا حتى الدستور واضح في هذه المجالات، كيقترح هو اقتراحيه، هو قوه ترافعيه، وكذلك هو واحد الرافعه اساسيه للتنميه المحليه. لذلك المجتمع ما عندناش غرض الجمعيات يتخلقوا هما معلمين، عندنا الغرض الجمعيات يتخلقوا المجتمع المدني الا بغى يتطور يكون تشبيك وتبادل الخبرات، وكذلك المحافظه على هذاك لي بون براتيك، هذوك المهارات التقنيات او التجارب الناجحه. التجارب الناجحه خاصها تكون متنقله ومتعديه للجمعيه، لجميع الجمعيات والاشخاص اللي بغاو يستافدوا منها. لذلك ما يمكنش الا اننا يمكننا الرهن على المجتمع المدني اذا كانوا التجارب
كتوسع بيناتهم وانهم كيستافدوا من بعضياتهم والتشبيك، لان المجتمع المدني محدو مشتت ما يمكنش يشكل ديك القوه اللي القانون بغاها تكون فيه. وإلى تجمع تيكون عنده واحد القوه اقتراحيه اللي عطاها له الدستور عطاها له القانون، ويمكن انه يقول الكلمه ديالو في جميع المحافل المحليه ولا الوطنيه. شكرا على المشاهده. اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بكم.